مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، حيث تقام اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والدوري العراقي الممتاز. أولا مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام اليوم مباراتين بدور الـ16، وهي كالتالي: المباراة الأولى يوفنتوس وبورتو البرتغالي، تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 بتعليق عصام الشوالي، وتذاع المباراة أيضا عبر قناة كانال 5 إيطاليا وقناة ام 4 سبورت اتش دي وقناة بين سبورت كونكت وقناة ماكس سبورت 3 اتش دي. المباراة الثانية بروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الأسباني، حيث تقام بنفس التوقيت 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت بريميوم 2 بتعليق رؤوف خليف، وتذاع المباراة أيضا عبر قنوات التالية: قناة بي تي سبورت 3 اتش دي وقناة بين سبورت كونكت وقناة ماكس سبورت 2 اتش دي. مباريات الدوري المصري، حيث تقام مباراة واحدة بالجولة الـ10، وهي الاتحاد السكندري وغزل المحلة، حيث تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. مباريات الدوري العراقي الممتاز، حيث تقام 4 مباريات بالجولة الـ23، وهي المباراة الأولى نفط الوسط والكرخ، تقام في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت العراق، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الشباب سبورت اتش دي. المباراة الثانية السماوة ونفط ميسان، تقام بنفس التوقيت 1 ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت العراق، وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الشباب سبورت اتش دي. المباراة الثالثة النفط وزاخو، تقام بنفس التوقيت أيضا 1 ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت العراق، وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. المباراة الرابعة الطلبة وأمانة بغداد، تقام في تمام الساعة 3:15 عصرا بتوقيت مصر و4:15 بتوقيت العراق، وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.